هاد الكورت. المهرجان منكم واليكم كيف ما قلت لكم من البدايه، وحنا ساهرين على ان المحطات تكون متنوعه وعلى اننا نشملوا التراث المغربي قدر الامكان من شمال المغرب الى جنوبه ومن شرقه الى غربه. تحيه كبيره لهذا المهرجان اللي هو في الدوره ديالو 16 وكتسطر على هاد 16 بخط عريض. نتمناو ان شاء الله ان يكون في محطات اخرى 20 و30. هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان السكان ديال حد كورت متشبتين بهذا المهرجان ديالهم اللي كنتمناو له عمر طويل. ودائما كنقول ماشي من السهل باش المهرجانات توصل لهذا العدد ديال الدورات. كاين نساء ورجال وراء هذا التنظيم، وكاين جمهور كيستقبل بصدر رحب هذا التنظيم لانه من اجله. الا كيدار شي مهرجان في شي مدينه فهو من اجل الساكنه ومن اجل الزوار اللي كيجيو لهاد المنطقه. فكنشكر مره اخرى ما ننساش الناس اللي ساهرين على هذا التنظيم، وكنبدا بالامن والامان، وكنبدا بهاد الفرجه الراقيه والرائعه اللي كيعاونونا فيها الناس ديال الدرك الملكي. مشكورين وتصفيقات على الدرك الملكي. وكذلك القوات المساعده حاضرين معنا، حاضرين معنا على اساس ان كل شيء يدوز بسلام. كنقول لهم دائما كنبغيو الوقايه المدنيه تكون حدانا، الاطفاء والامبيلونس ولكن ما نحتاجوهاش، غتكون حدانا من باب الاحتياط، ولكن نتمناو اننا ما نحتاجوهمش لاننا ناس تعودنا على الفرجه الراقيه وتعودنا على اننا نستمتعوا ونستافدوا من الاشياء اللي كتقدم لنا واللي كيسهروا عليها الناس. الناس ديال مؤسسه حد كورت بطبيعه الحال اللي الهم ديالها مره اخرى هو الشباب والشابات ديال حد كورت، انهم يدرسوا ويتعلموا كبرى. وهذا باش غيكون بالتعليم. التعليم كنسطروا عليه مهم، ومن اجله هاد المسائل كلها كدار. وكنرجع نقول بان هاد المهرجان ما هو غير سبه وسباب، نديروا اللمه ونجمعوا الحباب. تبارك الله عليكم، تبارك الله على الشباب والجمهور ديال حد كورت. اذا في البرنامج البارح ذكرت، وبالنسبه للناس اللي حضروا معنا غنذكر بان قلنا لكم غتكون معنا وجوه، وحنايا حارسين على المساواه والعدل. حاضرين وجوه نسائيه ووجوه رجاليه بطبيعه الحال، لان المراه هي ايضا بسمات الثقافة الشعبية بواحد الشكل ديالها اللي كيخصها، واللي عطاتنا فرجة رائعة كيف ما شفتوا خلال هالجوج ديال الأمسيات اللي دازوا. واليوم رحنا في السهرة الثالثة. اليوم حاضرة معنا شابة اللي جايانا من الدار البيضاء، هي الاسم ديالها هدى الشناني، ولكن عندها اسم مشهورة به وراكم كتعرفوه لأن عندها فيديوهات في اليوتيوب وتشهرات بواحد الأغاني ديالها. هي هدى الناشطة. هدى الناشطة من الأسماء اللي تعرفات حيدو حيدو علعدو، غادي تعرفوها في أغاني لأنها كتغني المرساوي، كتغني العيوق، كتغني الغرباوي، وكتغني كل حاجة عندها علاقة بالثقافة المغربية، لأن الفنان المغربي الجميل فيه والقوة اللي عنده هو أنه كينوع العطاء ديالو، ما كيبقاش محصور غير في واحد النوع واحد. إذا هدى الشناني، هدى ناشطة. We'll be right back.
كرس وناس الغرب كاملين نايضة اليوم إن شاء الله. يلا بينوا لي النشاط ديالكم، انتم معروفين بالنشاط. Thank you.
كاس كبير عسير بونو نتوما ايه العسير سمعت والو ايه العسير اي كاس كبير ايه العسير اي كاس كبير ايه العسير اي كاس كبير حط لي بانانا حط لي لينيفي زيرو ميكا حط ميزان زيرو ميكا ايه بور ايه ايه العسير في كاس كبير ايه العسير في كاس كبير حط البنانا حط لي لينيفي زيرو ميكا يا ميليكا وعلى عيني لا زابوني وعلى يدي مهزوني وعلى رجلي في مشوي وعلى فمو ان عندي رمو اعطاك I'm gonna make you mine.
عمي الشوالو بنات عمي العيالات بنات عمي هنا هما بنات عمي سويتيكم بنات ناسي هنا هي وبنت عمي غرباوية بنت عمي دير كرافك فينا ودور بيت المدينة ويكون أنا وفي المغرب كامل احسن من هذه وحوزين من الوالفه